يعني المشهد على حاله منذ يعني بداية التوغل البري في مدينة خان يونس وحتى هذه اللحظة، حيث لا تزال المدفعية الإسرائيلية تقصف بعنف مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، بالإضافة إلى الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية من وقت إلى آخر، تستهدف منازل المواطنين وأيضا مناطق زراعية وغيرها من المنشآت والمنازل التي تم إخلاؤها من قبل المواطنين الفلسطينيين. نستطيع أن نقول أن حجم الدمار في مدينة خان يونس كبير جدا، خاصة في وسط المدينة وفي المنطقة الشرقية من خان يونس، حيث دمرت مئات المنازل والمحال التجارية جراء استمرار القصف المدفعي والطائرات الحربية الإسرائيلية التي دمرت أحياء واسعة من وسط مدينة خان يونس، تحديدا في شارع جلال وشارع الزيني وشعت والبيوك وشارع جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى منطقة زعرب والسكة والشيخ ناصر ومنطقة معن. وكل هذه المناطق تعرضت إلى عمليات تدمير من قبل المدفعية الإسرائيلية وأيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية. هذا التدمير أيضا طال مناطق واسعة من شرق خان يونس، تحديدا بلدة بني سهيلة وخزاعة وعبسان، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية هذه الليلة على مناطق واسعة من هذه المنطقة، مما أدى إلى تدمير عدد كبير من منازل المواطنين. حتى اللحظة ما وصل إلى مجمع ناصر الطبي من شهدائهم 6 شهداء ويعني عدد من الإصابات جراء استمرار الغارات الإسرائيلية، لكن عدد كبير من الشهداء لا زال على الأرض، ولا تستطيع فرق الدفاع المدني والإسعافات من الوصول إلى هؤلاء الشهداء من أجل انتشالهم. وضع مأساوي، الشهداء في المنازل وأيضا هناك عدد من الشهداء في الشوارع والطرقات، ومع الأسف الشديد لا يستطيع أحد من الوصول إليهم. كل من يستطيع أو يدخل إلى منطقة وسط مدينة خان يونس وأجزائها الجنوبية يتم تعرضه للقصف إما بطائرات الاستطلاع أو بالمدفعية الإسرائيلية. من يدخل إلى هذه المنطقة هو يغامر بروحه وبحياته. وكانت قبل عدة أيام تعرضت سيارات الإسعاف والدفاع المدني للقصف، مما أدى إلى استشهاد عدد من ضباط الدفاع المدني الذين يعملون على انتشال جثمين الشهداء وإخلاء الناس من المنازل في مناطق وسط خان يونس. القصف المدفعي متواصل بصورة كبيرة جدا، وطال أيضا مناطق في المنطقة الغربية من خان يونس، تحديدا منطقة أصداء، منطقة حي الأمل ومنطقة مخيم خان يونس، علاوة على منطقة بطن السمين وجرت اللوت وأيضا قزان النجار. وهذه المناطق كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت بإخلائها، لأنها أصبحت في يعني ضمن العمليات العسكرية الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة الناس لا زالت تخلي منازلها. هذه المنطقة كبيرة ويوجد بها كثافة سكانية، والآن جزء منهم يتوجه إلى مدينة رفح، أو توجه منذ يوم أمس إلى مدينة رفح، والجزء الآخر جاء هنا إلى منطقة الإيواء في غرب خان يونس ومنطقة المواصي. الأوضاع بشكل عام صعبة جدا. أصوات الاشتباكات كانت منذ ساعات الصباح الأولى، منذ ساعات الفجر وحتى قبل قليل من الآن، كانت هناك اشتباكات عنيفة جدا بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. سمعنا يعني صوت انفجارات مختلفة وأيضا رشقات من إطلاق النار الكثيف والغزير المتبادل بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، لكن الدبابات الإسرائيلية لا زالت حتى هذه اللحظة في أماكنها في منطقة شارع 5 ومنطقة المحطة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية تتقدم في ساعات الليل ثم تنسحب يعني إلى أماكن مختلفة. تقدمت إلى منطقة دوار أبو حميد وحارة البربخ قبل عدة أيام، لكن هذه الدبابات عاودت إلى التموضع والتمركز في منطقة شارع 5 ومنطقة المحطة. وهذه التحركات والتراجع هو جاء بفعل المقاومة العنيفة التي تشهدها مدينة خان يونس، تحديدا في المحور الشمالي لمدينة خان يونس ومنطقة السطر الغربي وشارع 5 ومنطقة الربوات الغربية إلى الغرب من طريق صلاح الدين، بالإضافة إلى الاشتباكات العنيفة جدا في بلدة بني سهيلة وعبسان وخزاعة. الأوضاع بشكل عام صعبة وسيئة جدا، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان المحافظة الذين يواجهون الآن خطر المجاعة في ظل نقص كل الإمدادات والمواد التموينية. هناك نقص شبه كامل لمعظم المواد التموينية والسلع الغذائية في محافظة خان يونس، لم يتبقى إلا
القليل من الخضروات وما دون ذلك يوجد خلل كبير ونقص كبير في كل الإمدادات، سواء كان في المواد الأساسية، الدقيق، السكر، الأرز، البقوليات بأنواعها، بالإضافة إلى المعلبات التي يعتمد الناس الآن عليها اعتمادا كليا. أيضا هناك نقص كبير في هذه الإمدادات، وبالتالي الناس بالكاد تحصل على قوت يومها وقوت أطفالها في ظل أوضاع مأساوية. أيضا الوضع الطبي في خان يونس بات منهارا بصورة كبيرة، لأن عدد الإصابات التي تصل إلى مجمع ناصر الطبي وأيضا مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس هو كبير جدا، وهذا الأمر استنزف المستهلكات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أنه استنفذ الطاقة البشرية الكوادر الطبية التي تعمل منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحتى هذه اللحظة دون أي راحة، لأن حجم المأساة وحجم الإصابات وأعداد الإصابات والشهداء كبير جدا. نحن نتحدث عن آلاف الجرحى الذين يصلون أو وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وبالتالي الأوضاع بشكل عام في محافظة خان يونس صعبة وسيئة، أيضا في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والقصف الذي لا يتوقف حقيقة، سواء كان في الليل، في النهار، في ساعات الظهيرة، في المساء، كل وقت هناك عمليات قصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية والطيران المروحة الإسرائيلي، لكن الأخطر هو استهداف مجمع ناصر الطبي قبل عدة أيام، وهذا ما دفع إدارة مجمع ناصر الطبي اليوم إلى إطلاق نداء استغاثة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل الفوري والعاجل لتحييد مجمع ناصر الطبي والمراكز الطبية والصحية من أي عدوان إسرائيلي، لأن مجمع ناصر الطبي الآن بات الاعتماد عليه كلياً في قطاع غزة، لأنه أصبح المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة بعد خروج مجمع شفاء في غزة عن الخدمة، بالإضافة إلى مستشفيات مدينة غزة وشمالها، وبالتالي هذا المجمع بات يتهدده القصف الإسرائيلي، لأنه قصف مرتين يعني قبل يومين من الآن، وأوقع عدد من الشهداء والجرحى، وبالتالي إدارة مجمع الشفاء ناصر الطبي أطلقت وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تحييد هذا المجمع عن عمليات القصف الإسرائيلي، والمطالبة أيضا بمحاسبة قادة الاحتلال الذين أعطوا أوامر واضحة بقصف هذا المستشفى من المدفعية الإسرائيلية. أوضاع سيئة وصعبة، الاشتباكات مستمرة، وأيضا القصف المدفعي والجوي لا زال مستمر على مدينة خان يونس وعلى أحيائها الشرقية وأيضا وسط المدينة وأيضا الأحياء الغربية التي تدعي إسرائيل بأنها مناطق آمنة.